وفي مصر الأسبوع الماضي وينشرون الحفلات الخليعة والرقص والمجون، أقسم بالله أن الله نزع من قلوبكم الرحمة، أقسم بالله أنكم خذلاء متقاذلون. أما تستحون نساء وأطفال يموتون وأنتم ترقصون وتجلبون الداعرات والراقصات والمغنيات؟ هل غفلتم؟ هل نسيتم قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فيها رزقها رغدا من كل مكان، ماذا فعل الله بها لما كفرت بأنعم الله؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله لا يخذل مسلم مسلما في وقت يحتاج نصرته فيه إلا خذله الله، إلا أخزاه الله. نحتاج أن نعود عودة صادقة إلى الله عز وجل.